السلام عليكم. اليوم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكة بالصحة والسلامة. وباش كنتمنى اليوم غدا نهضر لكم على ليلة القدر، كيفاش يمكن لكم توجدوا ليها. وإن شاء الله نتمنوا نكونوا أننا نصادفوها ونكونوا في حسن إن شاء الله يا رب العالمين. أول حاجة باش ما نطولش عليكم، أول حاجة هي النظافة، انك تغتسل في الليل هكا وتستحم وتلبس شي لباس يكون نقي، جدادين وخا تكون لابس شي لباس اخرين وحدين اخرين تلبس وحدين اخرين نقيين، شنو ملابس طاهره. زائد انك دير شي عطر بحال مسك الغزال، دهن العود، الورد، الريحان، ماشي بارفان اللي كيكون فيه لانكول الكحول. ثاني حاجه انك تتجه للقبلة وتصلي ركعتين، وكل ركعه بعد الفاتحه، وكل ركعه غادي تصلي فيها من بعد الفاتحه سوره الاخلاص. سوره الاخلاص شحال من مره غادي تقراها؟ غتقراها 11 مره، جوج ركعات كل ركعه فيهم الفاتحه، ومن بعد الفاتحه غادي تقرا سوره الاخلاص 11 مره، وبعدها تسلم وتبدأ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هتصلي على النبي 100 مرة، على الصلاة على النبي الطريقة اللي كتبلو، إما الطريقة الإبراهيمية أو التفريجية. بعد انتهاء من ركعتين شنو قلنا، غادي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. من بعد منها غادي تقرأ سورة الروم والعنكبوت مرة واحدة. من بعد منها غادي تمشي تقرا سوره القدر شحال من مره؟ 313 مره. شحال من مره؟ 313 مره. بعدها اقرا سوره الدخان. سوره الدخان شحال من مره غادي تقراها؟ 3 مرات. سوره الدخان. بعد منها غادي تقرا هاد الايات اللي غادي انا نخليهم لكم، وفي نفس الوقت غادي نقراهم لكم. غادي تقرا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. شحال من مرة غادي تقولها؟ 100 مرة. وعاوتاني غادي تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شحال من مرة؟ حتى هي 100 مرة. من بعد منها غادي تقول هالدعاء. هالدعاء نخلي لكم وفي نفس الوقت نقول لكم: يا رزاق، يا فتاح، يا وهاب، يا غني، يا مغني، يا باسط. شحال من مرة تقولوا؟ 100 مرة. يا رزاق، يا فتاح، يا وهاب، يا غني، يا مغني، يا باسط. 100 مرة. وبعد منها غادي تمسك المصحف القرآن الكريم، وانت فاتحه غادي في سورة القدر، وغادي تقول: اللهم إن هذه الليالي أنزلت فيها القرآن، أنزل علي الرزق والبركة واقضي حاجتي يا الله يا كريم في هذه السنة. غادي تكرر هذه الطريقة في 10 أواخر من رمضان، 10 أيام كلها التالية، تبقى كل ليلة تبقى ديرها على الله، تصادف مع ليلة القدر وانت في خشوع، وانت مخشى الله. وبعد منها غادي تصلي صلاة الفجر. منها تسالي من صلاة الفجر غادي تقبط القرآن، وغادي تصلي وغادي تقرأ سورة ياسين. سورة ياسين شحال من مرة تقرأ؟ 3 مرات. وغادي تقول بسم الله الرحمن الرحيم. غادي تسالي من سورة ياسين غادي تقول بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة. شحال من مرة؟ 100 مرة. وغادي تقول وغادي تبقى تدعي الله الحاجه اللي كتمنى. كل واحد وشنو كيتمنى، كل واحد والله شنو في الدنيا شنو خاصو، غادي تدعي باش كتمنى وانت في خشوع مع الله. هذه كررها 10 أيام التاليه كامله، 10 أيام كامله التاليه، وانت كتقول لك الله تصادف مع ليله القدر.
وسوف أقول لك إذا كنت تشتكي أي نوع من أنواع العكوزات، من سحر أو حسد أو عين، وتصادفت مع ليلة القدر، فأبشر بإذن الله لن تقضى هذه السنة كاملة، وسوف تكون محمي بإذن الله سبحانه وتعالى، وسوف يكسبك حصانة وتطهير للجسم. والذي أقول لكم يا إخواني طبقوها، لن تأخذ منكم مجرد ساعة ونصف أو أقل، ونفذ هذه الطريقة. وأتمنى التوفيق لي ولكم، وأترككم في رعاية الله. أنا شفتها في واحد القناة وعجبتني بزاف، وبغيت نشاركها معكم، وكاع اللي كيقول لكم جربها، يعني اللي جربوها وتصادفوا مع ليلة القدر، الله عطاهم واحد الخير سبحان الله. كانت الأمور كلها معكسة لهم، الله يستر ويحفظ، ولكن سبحان الله العظيم كل شيء، يعني الأمور تيسرات ليهم. ونتمنى وتحنا من نكونوا من هذه الليلة المحظوظين فيها، وبغيت نشاركها معكم، ونتمنى تكونوا بخير ونتصادفوا مع هذه الليلة يا رب العالمين، ونخليكم على خير.